أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: عندما قال الصحابي الجليل لحبرته لك تحبيرا، كيف يجاب عن هذا؟ معنى حبرته لك تحبيرا يعني حسنت صوتي به، فهذا دليل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. والحديث ورد مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، لأنه كان حسن الصوت بالقرآن وكان يقوم من الليل، فمر النبي صلى الله عليه وسلم من عند بيته وسمع صوته بالقرآن بحسن صوته رضي الله عنه، فوقف يستمع، فقال له في الصباح: لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة. قال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لحصنته بصوتي تحسينا لما أعطاه الله من حسن الصوت. استحب أخذ العلماء من هذا أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة، لأن هذا أبلغ في التأثير وفيه تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم.